فجأة. هي زعلت شوي بعد ما انتوا رحتوا. ايه انا زعلت شوي، بس اذا بتوعدني ما تصرخ مرة تانية بتصالح معك حبيبي ميران، لانه غيابك عم يزعلني كتير. بوعدك. بوعدك ما عاد زعلت مرة تانية أقول خانو. وأنا كتير بحبك ميران. وأنا كمان كتير بحبك يا قلبي. لا عاد تزعلي بنو. نروح العب؟ اكيد العبي. يا سلام. اخ يا روحي تعالي لعندي يا قلبي، تسلمي لي ما اطيبك. شبك ابني، انت ما رح تفوت لجوا؟ لا بتشكرك كتير، انا بس اجيت لحتى اوصل قول وروح فورا. معقول هالحكي؟ تفضل لنضيفك شي. اسمع انا هلا سويت الشاي، يلا تعال نشرب شاي. تفضل تعال يا ابني تعال، ما بخليك تروح قبل ما تشرب كاس الشاي. تفضلوا تفضلوا. طلعي يا لعبتي، هذا مثل بيت الأقزام السبعة، حلو كتير. بابا شو رأيك ننتقل على بيت مثل هاد؟ تخيل قديش نحن نتسلى وننبسط. اي صحيح. اسمحي لي ستي اني شوف باقي الغرف في البيت كلياتهم نفس الشي. بس نحن رح نقعد بهي الغرفة. لا تزعلي، خليها تاخد راحتها. يلا روحي خلينا نشوف إذا باقي الغرف بهالبيت رح تعجبك. يا سلام ميران، على فكرة أنا بحبها لستك لأنه كتير طيبة. اصحك حبيبتي، انتبهي ما يضرب راسك، ديري بالك. يلا العبي. ما شاء الله عليها، وانتو شبكم مثل غريبين. يلا خدوا راحتكم، عدوا يا ولادي. طلعي بهالصندوق يا لعبتي، مثل صندوق الكنز. وشايفة التخت؟ هذا التخت قديم كتير، من زمان كانوا يناموا على تخوت من حديد. ريان عنده هيك تخت، تذكرتي؟ بكرة لما أكبر وصير بالمدرسة بيجي لهون وبقرأ كل هالكتب. بالأول ببلش باللي لونه أحمر لأنه كتير بحب اللون الأحمر، وبعدين الحقيقة الأزرق حلو، والبرتقالي والزهري كلياتهم حلوين. أنت شو عم تساوي؟ عجبتك غرفة أمي؟ عن جد هاي غرفة أمك؟ إيه إيه عن جد. أنت سمعتي يا لعبتي؟ هاي كانت غرفة أم حبيبي ميران. طيب هاي شو؟ هاي مسجلة. خليني ورجيكي. وشو هاد؟
هون بتحطي الشريط وبتسمعي الغنية. حطلنا شي غنية بركي بترقص انت واختي ريان. يا اختي رح جيبها لهون. لا تركي على راحتها، تساوي يلي بدها اياه. تمام. ما في شي بهالدنيا بيعادل فرحة الأطفال. من قديم أنا ودلشاه أغلب الوقت كنا نقعد هون. دلشاه كانت دايما تفيق بكير، وأول شي بتساوي الشاي، بتحط الإبريق فوق الصوبيا، بعدين بتبلش بتجهيز الفطور. آه كانت ريحة الفطاير اللي بتساويها بتاخد العقل، وأحيانا بتغني بصوت واطي وهي عم تجهز الفطور. حبيبي بدو القمر، الفطور صار جاهز يا أمي. حبيبي بدو القمر والقمر بعيد. لما كنت فوت من هذا الباب يصير وشي يضحك طول الوقت، كان وشي ضل مبتسم، كانت دايما تقلي صباح الخير وهي مبتسمة. صباح الخير. كنت شوفها شاردة أحيانا، كانت تطلع بالسما وعيونها عم تلمع، بس أنا كنت بعرف ومتأكدة إنه في حب دخل لجوات قلبها. لكن أنت يلي كنت هداك الحب. لو إنه ما صار يلي صار، لقيته هذا الشريط. لنشوف شو هو. منحط الشريط هون وبعدين منكبس هذا الزر. رح ترقص انت واختي حبيبي ميران؟ هلأ مو وقت اقول. ليش؟ لا تكونوا متخانقين مرة تانية. لا لا شو هالحكي، ما انا متخانقين. معناتها انتو ليش ما بدكن ترقصوا؟ يلا يلا رح بلش. واحد اثنين ثلاثة. Unutma beni
ما بني ونوت ما بني. تشربي آيلا؟ هلأ ساويت الشاي. أي احترقت إيدي. شو صار؟ حطي الإبريق هون ديلشا، احترقت إيدك كتير. لا تقلقي ما احترقت لهالدرجة. هذا صوت ديلشا. استني رح أجيب لك كاسة تانية. مو مشكلة، بعدين بجيب كاسة وبصب لحالي. هلأ يلا حكي لي شو صار معك. شوفي مين هاي المرأة؟ ديلشا. شو بدي أحكي؟ مثل ما بتعرفي مو طالع بإيدي أي شيء. طيب على القليلة اكتبي لهازار إنه نصوح آغا ما قبل يساعدك، بلكي بيجي من العسكرية وبيساعدك. ما بقدر، ممكن يوقع بمصيبة بسببي بالعسكرية، وأنا خايفة من عائلة أصلان، ممكن يساووا شي لهازار. طيب شو رح تساوي هلا؟ والله ما بعرف يا آيلا، محتارة كتير، ولهلأ ما عم أفهم من وين طلعوا لي وشو اللي بدهم إياه مني. أنا حتى ما بعرف مين هذا محمد أصلان، صاروا بعتين خبر 3 مرات وأمي عم ترفض، بس عزيزة أصلان. شو صار؟ لتكون هديك المرة يلي ساوت هالشي هي هددت أمي. يا روحي. قالت لها لأمي ابنها بيحبني ورح ياخدني. شو هدول مجانين يعني؟ معقول الزواج بالغصب؟ وأنا ما بعرف شو بدي ساوي. أنا كتير خايفة يا آيلا، وكمان خير. احكي ديلشا شو الموضوع؟ رحت وشفت عزيزة خانم وحكيت لها كل شي وإني بحب هازار. شو؟ كيف بتساوي هيك يا ديلشا؟ شش اهدي، هلأ بتسمعك أمي. وعزيزة شو قالت لك؟ ما اهتمت بالموضوع. أنا خايفة آيلا، هالمرة ما رح تتركنا بحالنا. وينكن يا بنات؟ انتو شو عم تساووا جوا؟ ولا شي خالة شكراً، كنا عم نسمع أغاني. يي شو صار ديلشا؟ كأني كبست على مكان غلط، راح الصوت. وين بكبس؟ ديلشا بنتي ستي. شو صار؟ ليش كلياتكم زعلتوا فجأة؟ ما في شي. شش اهدي، هلأ بتسمعك أمي. وعزيزة شو قالت لك؟ ما اهتمت بالموضوع. أنا خايفة آيلا، هالمرة ما رح تتركنا بحالنا. وينكن يا بنات؟ انتو شو عم تساووا جوا؟ خدي اشربي. ولا شي خالة شكراً، كنا عم نسمع أغاني. يي شو صار ديلشا؟ كأني كبست على مكان غلط، راح الصوت. وين بكبس؟ حبيبي ميرا لا تبكي. ليك هي أنا أمي راحت، وإنت كمان أمك راحت، بس رح تجي. يا بنتي يا شو المعاناة يلي كنتي عم تعانيها لحتى تطلبي المساعدة؟ وشو هالعذاب الكبير اللي انجبرتي انك تحمليه يا بنتي؟ قول تعالي لهم، اطلعي والعبي برا ماشي. أنا
أنا ما قدرت أوقف ورا حبي مثلك يا ميران. ما قدرت ساعدها. عائلة أصلان مثل الوحوش، ما في بقلبه الرحمة، خاصة عزيزة هي اللي سودت لنا حياتنا. عائلة أصلان هنن يلي قتلوا أمك يا ميران. مستحيل أنسى هداك اليوم يلي أخذوا فيه بنتي من هذا البيت، هنن زوجوها لابنهم غصب عنا. امشي امي، انا بترجاك تركني بحالي. مشان الله بترجاك عادي. الشاح امشي، يلا تركني، ما فيك تساوي. امي ساعديني، ما بصير تاخذوها بالغصب. يلا امشي، انا ما بدي حرام عليكم. يلا تركني، انا بترجاك. يلا امشي لشو، مشان الله امي ساعديني. ما في بقلبك ولا ذره تبييض. امي امي ساعديني، امي تقوي امي. امي لا تاخذوها. ديشا امي، ديشا بترجاكي ساعديني يا امي. لا تخليهم ياخذوني، مشان الله سوي شيء تطفيني. تركني الله يلعنكم. امي مشان الله سوي شيء وخلصيني منه. لا تاخذوها، اتركوني امي. ديشا امي، امي مشان الله خلصيني من بين ايديهم. امي امي كنت صادق، ما كذبت علي. انت وامي كنتوا تحبوا بعض، ما حاولت تفرق ابي عن امي، بس انت عزيزة اصلا فرقتكن عن بعض. بابا لو سمحت فيني اركب سيارة ميران؟ ما رح تزعلمو هيك؟ حبيبتي ميران رح ياخد اختك وسته على بيتهم. تعالي معي. لا تعالي معي. يسلموا ايديكي. حكيتي مع فرات ولا لساته اخذ موقف منك؟ اتصلت بس ما رد، وهو ما اتصل. الو،
كيف يعني حطوا المبلغ بحسابهم؟ من وين جابوا المصاري؟ لمين باعوا الأسهم؟ هارون بكرجي أوغلو؟ تحروا عن هذا الرجال وجيبوا لي كل المعلومات عنه وخبروني. جيهان لا تضل ساكت، صار عندي فضول أعرف شو صار. يعني آزاد هو رح يضل رئيس مجلس الإدارة هلأ؟ ايه بإذن الله رح يضل. يعني الشيطانة عزيزة كمان فشلت بألعيبها السيئة. ايه اللي بيقعد على هداك الكرسي بالحق ما بينزل بالخدع. طبعا الله يسلم هارون ساعدنا. شفت مو هيك؟ سهري حبيبي ما في منه، فورا ساعدنا ووقف جنبنا. ألف الحمد لله تجاوزنا هي المصيبة، ضل علينا هلأ كتب الكتاب والعرس. لو خبرتوني عن الشرط الجزائي اللي بالعقد ما كان رح يضل في داعي لهالشي، وما كان في داعي نجيب شريك جديد. شبك؟ ليش الشريك الجديد غريب؟ وبتعرف إذا مو اليوم هو بكرة رح يصير سهرك. بالنسبة لهالولد اللي اسمه هارون أنا... مساء الخير، أنتوا فاضيين؟ تفضل يا ابني، أهلين فيك. أهلين وسهلين. أهلين فيكم. أهلين ابني. جدي تفضل ارتاح. لسه ما عطيتني الجواب لهلأ. أنا بعرف منيح إنك شخص عاقل، يعني إذا خيروك بين زواج يارين أو إنك تخسر ابنك أكيد بتعرف منيح شو رح تختار. مو تفضل نصوح آغا، كل الأوراق الرسمية جاهزة، بس ناقصنا التقرير الطبي، ومشان هذا الشي بعد إذنك بكرة باخد يارين لنسوي تحاليل وبنكتب كتابنا خلال 3 أيام. ما رح يتم هالزواج. شلون يعني ما رح يتم هالزواج؟ بابا مو انت مبارح كنت رح تقيم الايام مشان الولاد يتزوجوا وهارون بلش باجراءات كتب الكتاب، شو اللي تغير اليوم؟ انا ما بثق بهالولد وهذا قراري الاخير. بابا بابا يلا باي. يلا بشوفك بعدين يا أميرتي. أوبا. أنا لسه ما شبعت منكم. حبيبتي رح نجي لعندك عن قريب كتير، ماشي؟ توعدني؟ بوعدك. الزام حدك جيهان، طالما قلت انه هالموضوع ما راح يصير فما راح يصير. بابا بس ما بيحق لك تاخذ لحالك هيك قرار. انا اخذت قراري وما حد يناقشني. طيب بابا وقف واسمعني شوي، لازم تسمعني. صح انت جده، بس انا ابوها ليارين وانا موافق على زواج هارون من بنتي. وانا ابوك يا جيهان، انا عمود هالبيت طالما لساني عايش وعم بتنفس. ما حدا بيحق له يعارض قراراتي بهالبيت. بابا غيرت رأيي، يارين ما راح تتزوج غصب عنها. قلت نصوح بيك. شو الموضوع بابا؟ ما بيصير هيك كل شوي برأيي. هذا ما نلعب أولاد صغار، هذا زواج. بابا بترجاك لا تساوي هيك، هارون مثل الوردة وكتير مناسب لعائلتنا، والأهم من هاد بحب يارين، شو بدنا أكتر من هيك؟ ما بدي صهر مثل الوردة، بدي صهر بيعرف الأدب وبيعرف التقاليد والعادات منيح. ما رح يتم هالزواج. يلا روحوا. بابا هارون بلش بإجراءات كتب الكتاب ونحن عطينا وعد لعائلة. خلاص اسكتي بكفي. جدي هارون بحب ليارين، ليش لا تمنع زواجه؟ وانت شو عرفك بهالشي ريان؟ وليش لا تتدخلي بهالموضوع؟ هارون قال لي انه هو بيحبك وعم بيحاول انه يساعدك، لا تفكري بغير شي. بركي انا ما بحبه؟ شو إلك علاقة؟ ليش لا تتدخلي بحياتي؟ شو أنت موجودة بهالدنيا بس مشان تدمري لي حياتي؟ يا شلون دمرت لك حياتي؟ يارين ما بكفي سرقتي اللي بحبه؟ وهلا عم تحرض جدي مشان يزوجني من رجال ما بدي إياه؟ يارين
بشكتي حاش تفضحي عائلتنا وتبهدلينا. بدل ما تظهروا المحبة لبنت مانا من عائلة شادوغلو، كان المفروض تظهروا هالمحبة لإلي. أنا بس بدي العدالة. بالرغم من إنه هديك البنت مانا من عائلتنا، أنتوا تقبلتوا كل المصايب اللي جابتها على عائلتنا وضليتوا عم بتحبوها أكتر مني. حفيدة عائلة شادوغلو أنا بستحق هالمحبة مو هي. يارين يارين شو يلي عم تقولي؟ لهون وبس أمي، ما بقى اتحمل اكتر، بكفي. ريان، هي غريبة، مو بنت عمي الحقيقي، مو بنت عمي الحقيقي. يارين خرشي بقى. جدي يعني اذا ضليت ساكتة انتو لايمتى رح تضلوا تخبوا هالحقيقة؟ يلا احكي. ها؟ ليش كذب يلي عم قوله؟ هالشي مو حقيقي؟ يلا احكي انه ريان مانا بنت عمي الحقيقية. لك انت شو يلي بدك يا من عيلتي؟ اخي مو انت كنت بتعرف هالشي؟ يلا احكي. مو كنت بتعرف انها مو بنت عمنا؟ ريان مانا من عائلة شادوغلو. يلا احكي. احكي عمي. هلا انا يلي عم كذب ولا انت يلي كنت عم بتكذب علينا طول هالسنين؟ ريان بنتك الحقيقية ولا لا؟ يلا احكي. لك اخرجي اخرجي. اهدى بابا. بنتي بابا ريان بابا يا عمري
اشتقت لك كثير يا قلبي. تسلمي لي يا روحي. مو على اساس عطيتيني وعد انك ما تستنيني عند الباب ابدا؟ هلا بتاخدي برد، قديش الك واقفه برا؟ تعرفني ما بقدر نام اذا ما حكيت لي قصه. يا روحي انا. وبعدين نسيت؟ مستحيل نام اذا حسيت اني اشتقت لك كثير، وانا اشتقت لك كثير بابا حبيبي. بنتي حبيبتي وانا اشتقت لك كثير كمان. تسلمي لقلبي يا بابا الحلو. على شو عم تضحكي؟ انا مو ابوك يا بابا، انت يلي ابي. ليش عم تنادي لي يا بابا الحلوة؟ لأنه الآباء يلي بحبوا بناتهم موت موت بصيروا بينادولهم مثلي يا بابا. يعني أنا أبوكي وأنت بنتي حبيبتي قطعة من روحي وريحتك مثل المسك. فهمت علي يا بابا؟ أنت كنت أبي، هيك قلت لي بترجعك يا بابا إن شاء الله، ولأنه يا رين عم تكذب كمان. لا لا ريان بنتي. عم يقولوا انك بلشت تحبها لبنت عدونا ونسيت انتقامك منها. تعرف انه ابوك وامك دايما بيجوني بالمنام وبيسألوني شو صار مع ابننا؟ معقولة نسي انتقامنا وما رح ياخد بتارنا ابدا؟ مشان الله اسكتي يا ستي ولا بقى تحكي شي. لا تقولي شي يا حفيدي. المشاعر بتتغير والقلب بيبرد. لا تطفي النار يلي جوات قلبك وتخليه يبرد. حبيبتي لا تسوي هيك، مو انت صرتي صبيه كبيره، صدقيني ما رح تتوجعي. ليكني انا معك هون، لا تخافي. بابا بترجاك انا ما بدي اخذ اللقاح، خدني على البيت يلا. لا شو هالحكي يا بنتي، ما في داعي لهالخوف. انت لازم تاخذي اللقاح، وبعدين شو بدي اسوي اذا مرضتي؟ ما رح امرض، وهذا الشيء وعد، مو على اساس انت رح تحميني على طول وتدافع عني. مشان هيك احميني من المرض ولا تسمح اني اتوجع ابدا. لا تسوي هيك يا قلبي، لا تبكي. يلي بعدها. ليك الممرضة عم تنادي لنا ريان. ما
ماشي يا روحي. خلص لا تبكي. ايه ماشي لك. يلا لشوف. انت رح تتلقح بابا؟ بس الآباء ما بيتلقحوا. انا رح اورجيكي هلا انه ما في داعي لكل هالخوف حبيبتي. تعي لهون. طيب بلكي توجعت؟ ما رح تتوجعي. بعدين طالما انا موجود جنبك ما رح اسمح ابدا انك تتوجعي ريان. تسلمي لقلبي. لا بابا، انت اللي كنت تشارك معه كل زعلي وتعبي. شلون قدرت تخليني اعيش هالوجع الكبير؟ ليش بابا؟ ريان ريان يا روحي، يلا قومي يا بنتي، يلا قومي لشوف. امشي معي، خليني اخذك على بيتك يا حبيبتي. ما بصير تتركي كل الناس وراكي بتروحي هيك، كلياتهم قلقانين عليكي يا عمري. روحي واحكي مع ابوكي. ها؟ انا ما طلع في عندي بيت ستي، هداك المكان طلع مانو بيتي، لانه انا بنتي لوين بدك تروحي بهالليل يا ريان؟ عن جد يا اسفي عليكي، عيب اللي سويتيه يا ريم. ولا ذره ضمير ما بتساوي هيك. ما بتعمل ما بتعمل ما بتعمل ما بتعمل ما بتعمل ما بتعمل. ممكن تهدوا شوي؟ اهدوا. ليش كلياتكم عم تضغطوا على يا ريم؟ ما عليها ذنب بالموضوع ابدا. بابا اخي تمام، معكن حق انه مو صحيح تقول هذا الشيء قدام الكل، بس بالنتيجة هي قالت شيء المفروض انه الكل يكونوا بيعرفوه، وخاصة كان المفروض ريان تعرف بها الحقيقة. شو دخلك؟ أزاد هي ما كان لازم تحكي، فهمت؟ عمي كان لازم يحكي. بس هو ما عم يحكي. بكفيك اخرسي وليك. أنا سكتت طول هالوقت بس ما بعرف فيني اسكت أكتر من هيك، كان المفروض أقول هالحقيقة. هندان شلون بدكن يعني ضل عم بتحمل هالمعاناة بسبب البنت اللي اسمها ريان يلي مو من عائلتنا؟ يا رين ريان بنتي عم تفهمي؟ وهي بتستحق انها تكون من هاي العيلة أكتر منك. انت يلي مانك من هاي العيلة، ومن اليوم ورايح ما عاد تعيشي تحت هذا السقف. ما بحق لك تاخذ هذا القرار يا رين، ما رح تروح على اي مكان. اخي ما بحق له يقرر، مو هيك هندان؟ معناتها انا بصفتي ابوه اخذت هذا القرار. امشي لشوف. لا اتركها. وقف. وقف. اذا انت كنت ابوه فانا امه، ما بسمح لبنتي انه تدفع ثمن اكاذيبكن وهي ما رح تروح على اي مكان. بكفي يا رين، لهاللحظه ما دفعت ثمن اي غلطه من الاغلاط يلي عملتها، مع انها كانت بتعرف بالمصيبه اللي كانت رح توقع فيها بنتي ريان. بالوقت اللي كان لازم تحكي ضلت ساكته، خلت ريان توقع بالجحيم وهي عم تتفرج. ولما قلت انه بنتي وقفت على رجليها وبلشت تتخلص من اوجاعها، يا رين حكت بالوقت يلي لازم تسكت وهدت الدنيا فوق راسنا. انت هلا عم تدافع عنا مو هيك؟ طبعا لانها بنتك، وريان بتكون بنتي كمان. يا رين رح تروح من هذا البيت نهائيا، اذا هي ما راحت انا بروح هلا. حجار أزاد، خود اختك وحطها بالفندق. من اليوم ورايح ما رح تفوت على هذا البيت لحتى تتزوج. لا دقيقة، لا بعد هلا. اتركها وقف شوي. بس لأنه أخوك كذب هالكذبة أنت موافق أنك تقلع بنتك من هذا البيت؟
طول الوقت عم تدعم هديك البنت مع كل مصايبها، معقول بسبب غلطة ما تدعم بنتك اللي من دمك؟ هي هي الأبوة؟ يلا احكي يا جيهان، شو انت من بين الأبهات؟ Thank you.